السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نوريكم واحد حاشيه اولا دريس بشكل ديال العقيق مختلف، ونخدموها بالزقلي. هذا هو الشيء الجديد ان شاء الله في قناه جمالوكي مع ملاك. غنحتاجو هنايا الكروشي النمره 12. دائما الاخوات كيسولوا لي انا الكروشي باش كتخدمي، انا كنقول لهم دائما انا كنخدم بالكروشي النمره 12. والجديد اللي جبت لكم في هذا العقيق هو انني جبت لكم هذا العقيق، هذا الدائري، هذا الصغير بزاف، نمرة اصغر نمرة، ولكن ما تخافوش واخا الشكل ديالو صغير بزاف، ولكن راه تيدخل لينا في الكروشي بسهولة. تقريبا كيوازي داك سميتو الكريستال نمرة 4، ها هو فين كيوصل لينا في الكروشي، يعني بانه غيخدم لينا مزيان، ما نخافوش منه. والخيط باش نخدم هو انا الجديد غنخدم لكم بهذا الصقلي. هاد الزقلي عندي زقلي النوع الممتاز هنايا في الفضي. هاد الزقلي النوع الممتاز فيه غير جوج الوان، الفضي والذهبي. انا هنايا برمتو على جوج ديال الشعرات. الى عجبكم هاد الدريس هذا ان شاء الله كتبوا في لي كومونتير، نوريكم الطريقه كيفاش برمت هاد الزقلي بطريقه سهله. تابعوا معايا دابا ان شاء الله الطريقه كيفاش نخدم هاد الحاشيه هادي. انا سبق ليا ودوزت غرزة حشو هنايا بالزقلي كما كتشوفوا. هذا التوب هذا مليفه، ولكن ما تخافوش راه الكروشي كيدخل لينا فيه. كتدخل الكروشي كتجبد دوك جوج خيوطه ديال الزقلي، طريقه سهله. مع العلم انا هاد جوج خيوطه ديال الزقلي هادو كيوازيو لينا داك الحرير العرا 4 ديال الشعرات كيوازيو لينا. كندخلو الكروشي في التوب، كنجبدو كنديرو غرزة حشو بكل سهولة، طريقة سهلة. ومشي تقولو الزقلي غادي يجي صعيب في الخدمة، بالعكس راه ساهل، الطريقة ديالو سهلة وبسيطة، واي وحدة تقدر ديرها بحال كتخدمو الحرير عادي، ما تخافوش منه. كما قلت لكم الطريقة سهلة. حاولوا هاد الخيط هذا اللي كيكون هنا تبقاو تجبدوه، هذا هو اللي كيتحكم لينا في الخدمة ديالنا باش كتخدمو بكل حرية وبكل سهولة. صافي انا هاد القياس هذا ديال غرزه حشو هيكفيني. غادي نخرج الخيط ديالي على هاد الشكل هذا، غنجيب مقص غادي نقطعو، وهاد الغرزه هادي غنجبدها على هاد الشكل هذا. صافي هكا كيعني بانها راه تحزمات. غنرجع هنا في البدايه في الغرزه الاولى اللي درنا على هاد الشكل هذا، وغنجيب هاد الخيط ديالي هنا ونعود نحزمه. نتوما الا كان عندكم كم او لقب راه ما كتضروش ديروا هذه العمليه، تقطعوا وتعاودوا تحزموا. انا حزمتها دابا. دائما فوق الحزمه كنديروا غرزه حشو باش كذلك الحزمه ديالنا كترجع لينا في الظهر. كما شفتوا وعاوتاني هنايا غرزه حشو على الشكل هذا، عاوتاني سلسله ونديرو غرزه حشو. هذا غير الطريقه باش نبداو، ونديرو واحد جوج ثلاثه سلسلات، ونرجعو نخدمو في هذا الفراغ هذا. غنديرو فيه 4 ديال الاعمده بحال غنديرو داك الضرس المائل. ها العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث، ونديرو عاوتاني العمود الرابع. على هذا الشكل هذا. نتوما بغيتو تكتفيو بربعة الأعمدة تكتفيو بهم، بغيتو تزيدو كتر تزيدو. دابا ملي درنا ثلاثة نحسبو واحد جوج ثلاثة، وغادي نديرو غرزة حشو. كنثبتو داك الضرس المائل حنا كنثبتوه بغرزة ديال الحشو، ضروري ما نثبتو على هذه الطريقة هذه. درنا دابا غرزة حشو، غنعاودو نديرو حداها عاوتاني غرزة حشو، وغنعاودو نديرو حداها غرزة حشو رقم 3. دابا ملي درنا غرزه حشو رقم 3 غندورو الخدمه ديالنا على هذا الشكل هذا، وغنلويو الخيط وغنديرو عمود. عفوا ما نديروش ليها هكاك، ملي كنديرو هذوك الثلاثه ديال السلسلات. عفوا انا مشيت لكم في واحد الدريس اخر، كنسلو كنخليو هذوك غرزه حشو الاولى اللي درنا، وغادي نديرو واحد كما قلت لكم غرزة حشو واحدة اللي درناها، ها واحد ها جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال السلسلات. درنا خمس ديال السلسلات، غندورو وفي هاديك الثلاثة سلسلة اللي حنا درنا غنديرو فيها غرزة حشو.
ملي درنا غرزة حشوة نديرو واحد جوج ثلاثة. دابا درنا ثلاثة ديال السلسلات كما كتشوفو. من بعد ملي درنا ثلاثة ديال السلسلات غنديرو عمود هنا في هذيك خمسة ديال السلسلة اللي درنا، غنديرو فيها عمود، العمود الأول على هذا الشكل. هذا حنا درنا العمود الأول، غنجبدو هاد الغرزة هادي، غنجيبو عقيقة. ديما يد كتشد لينا الغرزة واليد الأخرى هي اللي كتجيب العقيقة. نخرجو هاد الغرزة هادي من العقيقة على هاد الشكل هذا، غنعاودو عاوتاني غنديرو عمود. حنايا درنا عاوتاني عمود، غنجبد عاوتاني هاد الغرزة هادي، ونجي هنا نهز عاوتاني هذيك الغرزه ديالي على هذا الشكل كما كتشوفوا، ونجبدها من العقيقه. عاوتاني غندير عمود، دائما كنخدموا في هذوك خمسه ديال السلسله اللي خلينا. حنايا دابا درنا عمود، غنجبد هذه الغرزه عاوتاني وغادي نجيب عقيقه. غنخرج هذيك الغرزه من العقيقه وغادي ندير عاوتاني عمود على هذا الشكل هذا. عاوتاني غنجبد الغرزه ديالي ونجيب واحد العقيقه عاوتاني ونشدها على هذا الشكل هذا، ونجبدها من العقيقه وغادي ندير عاوتاني عمود. دابا هنا الا لاحظتوا انا هنا درت ربعه ديال العقيقات، غندير هنا سته ديال العقيقات، غنبقى غدا ندير عمود عقيقه حتى كنكمل سته ديال العقيقات. دابا درنا ربعه، هذه العقيقه الخامسه اللي غادي ندير، ها هي ديال الخامسه، وندير عمود دائما في نفس هذوك خمسه ديال السلسله اللي درنا. نجبد عاوتاني الغرزه، وهذه هي العقيقه السادسه والاخيره. غنجبد ديك الغرزه ديالي من العقيقه وغادي ندير عاوتاني العمود الاخير، العمود الاخير فديك خمسه ديال السلسله. عفوا، كما شفتوا حنا دابا جبدنا هذه هكا، ها هو العقيقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه. دابا ست العقيقات يعني كملناه، كملنا الدريسه الاولى. غنحسبوا واحد، ثانيه، غنسدوا فيها بغرزه حشو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال الحاشيه ديالنا على هذا الشكل هذا. غنزيدو عاوتاني غنديرو غرزه حشو حداها كما شفتوا. دابا درنا غرزه حشو ثبتنا، غنزيدو غنديرو غرزه حشو حداها على هذا الشكل هذا. دابا غنكرروا نفس العمليه، غنديرو واحد جوج ثلاثه. درنا ثلاثه، غنرجعوا هنا، بغينا نخدمو هنا بغينا نخدمو هنا، انا نفضل نخدم هنا. غنديرو ربعه ديال الاعمده، حنا درنا العمود الاول، انا عاودو نديرو العمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع. الخدمه ديال الزقلي كما قلت لكم سهله بحال كتخدمو الحرير. درنا العمود الرابع، غادي نحسب عاوتاني واحد جوج، في غرزه حشو الثالثه غادي نديرو غرزة حشو على هذا الشكل هذا كما شفتوا. هذا هو الشكل ديالو. دابا غنديرو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. ملي درنا خمسة كندورو الخدمة ديالنا، ملي كندورو الخدمة ديالنا كنرجعو في هذوك الثلاثة السلسلة اللي درنا في الأول، كنديرو فيهم غرزة حشو على هذا الشكل هذا. حنا درنا غرزه حشو مباشره، واحد جوج ثلاثه، ثلاثه السلسلات، وكندورو العمل ديالنا. ملي دابا كندورو العمل ديالنا كنلوي الخيط على الكروشي وكنرجعو في هذوك خمسه السلسلات اللي درنا. غنديرو العمود الاول على هذا الشكل هذا، ونجرو دابا ديك الغرزه ديالنا ونجيبو العقيق، نحاولو نشدو هاد جوج خيوطه ديال الزقه اللي في دقه واحده كما شفتوا. العقيقه الاولى، وغادي نديرو عاوتاني عمود. دائما كنخدمو في هذيك السلسله اللي حنا خدمنا، ونجبدو عاوتاني هاد الغرزه هذه
وغادي نجيب عقيقه ونجر هذيك الغرزه الاول خيط على الكروشي وغادي ندير عمود على هذا الشكل هذا. نجبد عاوتاني هذيك الغرزه هذه كما قلت لكم هذه اليد هذه كتبقى شاده لينا الخدمه باش ما تسربش، واليد الاخرى كنجيبو بها العقيق باش كنربحو بان الخدمه ديالنا ما كتسلش وما كنضيعوش الوقت، حيت الا تسربت لينا الخدمه كنبقاو نردو ونعاودو نردو. كنديرو شويه ديال الروتار، كنفضل تخدمو بهذه الطريقه هذه. هذه هي العقيقه النمره 4 كما كتشوفوا، يا دبه ديال النمره 4 كديروا 6 العقيقات. هذاك هو القياس المضبوط ديال هذه الحاشيه اولا ديال هذا الدريس هذا. دائما غنجبدوا هذه الغرزه هذه، غنزيدوا عاوتاني عقيقه، هذه العقيقه الخامسه، ودائما عمود وسط هذيك 5 ديال السلسلات اللي درنا. حاولوا نجبدوا داك جوج خيوط ديال الزقلي كاملين. ها نتوما الشكل ديالو كما كتشوفوا، انا بدلت لكم هاد المنديل اللي كيكون لتحت باش يجيكم واضح. خدمنا هما 4 ديال الحبات ديال الحاشيه ديالنا، غنزيد معكم هاد الخامسه. كما شفتوا دابا درنا عقيقه، غندلويو الخيط نديرو عمود، العمود دائما في هاد الخمسه ديال السلسله اللي حنا خدمناهم في الاول، هما اللي كنرجعو كنعمرو فيهم الاعمده والعقيق. حنا غنديرو عمود، غنجبدوا هاد الغرزه هادي غنشدوها بيدينا وغنجيبو العقيقه باليد الاخرى. هذه الطريقه هذه كتخلينا كما قلت لكم كنربحوا الوقت. غنعاودو عاوتاني عمود في هذيك 5 ديال السلسله، نخرج عاوتاني هذه الغرزه ونجيبو عاوتاني عقيقه. كما شفتوا هذا الحجم ديال العقيق صغير بزاف، ولكن كيدخل هنا في الكروشي ساهل وبسيط، ما كيعذبناش، ما كنلقاوش معاه مشكله. دابا درنا 3 ديال العقيقات كما قلت لكم، هذا القياس هذا كيهز لينا 6 ديال العقيقات محسوبين، هذاك هو القياس اللي انا كنخدم به. درنا دابا 4 العقيقات، نجيب العقيقه الخامسه، غنخرج ديك الغرزه من العقيقه وغنلوي الخيط على الكروشي ونعمر دائما في هذوك 5 ديال السلسله، هما اللي كنعمر فيهم جميع هاد الاعمده. بقات لي دابا العقيقه السادسه والاخيره، غادي نخرج الغرزه والعمود الاخير في هذيك السلسله صافي. من بعد غنجي هنا تنخلي واحد جوج ثالثه غرزه حشو الثالثه، وغادي ندير فيها غرزه حشو. انا كنتكي داك الدرس ديالي باش كننثبت هاد غرزه حشو كنزيرها مزيان، نزيد حداها غرزه حشو، نحاول نشد دوك جوج خيوط ديال الزقلي كما قلت لكم، نزيد حداها غرزه حشو نخرجها مزيان. بحال غندير واحد السلسله باش نقطع الخيط ديالي اولا الزقلي ونخرجو كما شفتوها هو باقي هنا في الحزمه، نخرجو لهاد الطريقه هذه بحال كنحزم الخيط، ها هو كيبقى مثبت ما كيتخسرش لينا. وهذا هو الشكل ديال الحاشيه ديال اليوم، سهله بسيطه رائعه رائعه، ما نقولش لكم المنظر اللي كيجي فيها، شي حاجه اللي هي زوينه ومختلفه ومغايره. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله وتطبقوه. السلام عليكم.